على حقيقة مبادئهم وإسلامهم. فالإخوان المسلمون أصلا لا يعتبرون أن هناك حدود بين الأقطار الإسلامية والعربية التي فرضها الاستعمار في وقت كان العرب والمسلمين فيه في غفلة. هذا مبدأ أصيل مبادئ الإخوان المسلمين، أن أمة العربية والإسلامية أمة واحدة، ولا يجوز للأشقاء بحال من الأحوال أن يتصارعوا على أمطار هنا وهناك. هذا مبدأ راسخ في مبادئ الإخوان المسلمين. ولكن نأتي إلى هذه المشكلة التي تثار بين الحين والحين، وأعتقد أن الذين يثيرونها ليس لهم قصد في إنهائها، ولكن قصدهم هو التشويش وإثارة التوتر والبغض بين الأشقاء. وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذه المجموعات الحقيرة التي تسعى هنا وهناك للتفريق بين الشعبين الشقيقين، بين الإخوة المسلمين، آن لهم أن يصمتوا وآن لهم أن يبتعدوا، لأن الله سبحانه وتعالى ناصر الحق بإذن الله تعالى. مشكلة الحلايب مشكلة بين مصر والسودان، وهي مشكلة مفتعلة من وجهة نظري، مشكلة مفتعلة. وكلما وصل فيها العقلاء إلى حل يرضي الطرفين ظهرت الأفاعي والثعابين لتفرق بين الإخوة والأشقاء. ولكن حسب رؤيتي وحسب معرفتي بالأطراف المختلفة أن النهاية إن شاء الله ستكون لصالح الإسلام ولصالح الحق الذي يدعو إليه هذا الدين. من وجهة نظري أن القصد من إثارة هذه المشاكل هو أن السودان استطاع أن يؤمن نفسه من الجانب الأثيوبي والإريتري، والحدود بينهما هي أطول حدود سودانية بين قطرين، واستطاع أن يسحب جنودهم من هذا الجانب إلى الجنوب للوقوف في وجه هذا العابث المتمرد الذي تصله كل المعونات من كل أنحاء الدنيا. وللأسف الشديد من بعض البلاد العربية لكي يشغل السودان ويسحب جيشه إلى الشمال. ولكن من خبرتي بالخط السياسي السوداني، معرفتي به بعد عدة لقاءات بالمصادفة تمت بيني وبينهم، أنهم لا يمنون بحال من الأحوال أن يجعلوا هذه المشكلة تثير حربا بين القطرين الشقيقين. فهم من أخلص الناس حبا لمصر ولشعب مصر، وأرى وأدعو كل أهل الخير وأهل الحق في مصر والسودان ألا يسمحوا ولا يدعوا الفرصة لهؤلاء الشياطين الذين يريدون أن يثيروا الفتنة بين القطرين الشقيقين الحبيبين. هذا بالنسبة لمشكلة حلايب. وأنا أرى سواء كانت حلايب في الجانب المصري أو حلايب في الجانب السوداني، فالمستقبل هو مستقبل الأمة الواحدة التي يجمعها هذا الدين ويجمعها اللغة ويمر بها شريان حياة هذه الأمة وهو النيل. والله المستعان. هذا هو الفكر الذي يحرك الأمة المصرية الآن. دي المصيبة اللي احنا فيها.